البداية مشاهدينا ومستمعينا من مباريات دوري روشن السعودي ليوم الأمس، حيث استرد الهلال صدارة دوري روشن بعد حسمه مواجهة الديربي مع ضيفه الشباب بهدفين دون رد خلال المواجهة التي كانت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجولة الثامنة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في الصدارة، ويتجمد رصيد الشباب عند النقطة الثامنة في المركز الحادي عشر. والضربة الركنية العالية الله، هذا ما في حد وقفة، أي وقفة فقط، الكرة استقرت في الشباك. الله 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 الله، هذا اسمه ووظيفته مدمر، اسمه ميتروفيتش. عزز نادي النصر انطلاقته القوية بعد أن حقق فوزه السادس تواليا على حساب الطائي بهدفين لهدف على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. ورفع الفريق النصراوي من خلال هذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع. في المقابل تلقى الطائي خسارته الثانية تواليا والخامسة خلال مشواره في النسخة الحالية، فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر. المباراة الثانية على التوالي في حائل، كرة ملعوبة على طول إلى رونالدو، خطرة الله، بعدتها عن مرماك، لكن الثالثة في شباكك حتما. انطلاق للطائي، عودة الطائي، عودة الطائي، عدلوها بعد التغييرات مباشرة، انطلق من سديان يتقدم الدون ويضعها، وأنت من يقود النصر إلى الأفراح، وأنت من يقود النصر إلى النصر في كل مباراة. واصل التعاون ملاحقة الصدارة بعد فوزه على مستضيفه الحزم بثلاث أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي كانت على ملعب الحزم في الرس ضمن منافسات الجولة الثامنة. وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما استمر الحزم في سجله الخالي من الفوز حتى الآن، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في قاع الترتيب. موسى راح، موسى بالسرعة، موسى راح، التسديدة يا موسى، الله، موسى بالسرعة بالانطلاق راح وسدد أنطونيو ومايلسون، أنطونيو الله، الهدف التعادل بهذه الطريقة، ضيع من ماركوس بالرأس يا شواو، والتسديدة الله، تعاون، شوف الكرة العرضية، شواو بالرأس ومن ثم التسديدة يا هدف ثالث، وهدف ثالث لمصلحة التعاون، هدف ثالث لمصلحة التعاون، الانتصار السادس للتعاون في الدوري في أجمل انطلاقة في